الفنان الكبير محمد صبحي. مساء الخير يا استاذ يا استاذ صبحي. اهلا وسهلا مدام لمين. اهلا بيك. لو تحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط في هذه الندوه، وماذا قال الفريق غير طبعا اللي معروض لنا او اللي خدناه من الشؤون المعنويه، ماذا قال عندما ساله الناس وطلبوا منه الترشيح وما الى ذلك؟ والحقيقه ما كانش وارد في هذا اللقاء ان يبقى حد هيتكلم او يعلق لبروتوكول اللقاء نفسه. هي كانت ندوة ثقافية زي اللي بتتعمل دايما في الشؤون المعنوية. والحقيقة اتكلم الشيخ فضيلة الشيخ علي جمعة والأستاذ عمرو موسى، كل في مجاله بمناسبة المولد النبوي، وعمرو موسى بالنسبة للدستور. وبعد كده جاءت كلمة الفريق السيسي، اللي كان كل اللي موجودين اعتقد عندهم توقعات معينة، او يعني في الكواليس لما كنا بنتكلم هيقولها ولا مش هيقولها. ايوه يعني فانا كان رأيي لا مش هيقولها، مش طبعا مش طبع الفريق السيسي كده. فهو ده اللي وصله للرسالة لما استشعر ان الرسالة هو يهمه بالمقام الاول. ويمكن الجملة اللي مستني قوي ومست كل المصريين لما يسمعوها، ما تحرجوش الجيش قدام العالم. حقيقة دي رسالة مهمة جدا، اهم من 30 يونيو واهم من 26/7 واهم من 3/7. مهم جدا ان الشعب المصري مش بينزل عشان ينتخب اللي هيجيب له كسوة ولا هيجيب له لقمة ولا هيديله فلوس علشان يقول مين، لا ده نازل لتحديد مصير مصر. وهو كان كلامه واضح ان هذا الاستفتاء لإرادة الشعب وتحقيق خارطة الطريق. ولكن حصلت مداخلات من القاعة للتعجل يعني يمكن هو لما اتكلم قال انتوا عملتوا كذا، ولما استدعيناكوا قلنا طلبنا منكم كذا، عملتوا كذا. الشعب عندما يأمر القوات المسلحة بجانب الجيش، فلا أصوات طلعت قالت طيب الشعب بيطلبك يعني يقول حاجة بقى. فهو طبعا فهم الرسالة وقال ان ما معناه ليست هذه القضية، دي قضية خارطة الطريق تبدأ بالدستور. يمكن أنا كان ليا مداخلة مهمة جدا لما اتكلمت فيها معاه في الاستراحة، هو رفض مناقشتها وقال لا يا أستاذ محمد بأدبه الشديد هذا الموضوع لا يمكن أن يطرح. وهو أمر الترشح يعني أمر الرئاسة تقريبا يعني ما معناه. طيب هل بالفعل قال يعني هتقدروا تستحملوا معايا؟ أنا هقول لحضرتك بقى. هو قال لما طلعت الأصوات ديت قال يعني إن هذا الكرسي يعني ما هوش نعمة، ده مسؤولية كبيرة وأمانة، فإذا أنا تحملت وقبلت تحمل الأمانة والأمانة مع وطني، طيب الطرف الثاني اللي وكل لي الامانه دي هي او وثق فيا هيعمل ايه؟ فسكتنا. انا وقفت وقلت ان الرساله ما وصلت، بس كتير من القاعه ما وصلتلهمش رسالته. يعني ما معناها اذا الشعب كله اختار الفريق السيسي لكي يرشح نفسه رئيسا، والناس معتقده يمكن ده اللي قلت له الناس فاكره ان السيسي هيجي بشويله فلوس ويوزعها على الشعب وكل واحد قاعد في بيته. القضية اللي انت بتطرحها قضية سليمة، لان انا كنت اتمنى في عمري كله ان من يترشح للرئاسة ولزعامة مصر ما يقولش ههتم بالتعليم وسوف انقذ الفقراء وسأعمل على العدالة الاجتماعية وسأهتم بالتعليم والبحث العلمي وسأهتم. كل مرشح يقول الكلام ده. كان نفسي من زمان اسمع واحد طلب منه انه يرشح ويقول طيب اذا قبلت انتوا هتعملوا ايه؟ قال انا الجيش بصراحة الرجالة معايا في الجيش بيشتغلوا من 5 الصبح بالليل. هتستحملوا معايا؟ هتستحملوا. دي الرسالة اللي كانت لازم توصل، والحقيقة هو ده اللي عجبني. وقلت له ان هذا الاستفتاء اردت ام لم ترد ليس استفتاء على الدستور، ولكنه يحمل امام العالم يعني ترشيح واضح من هذا الشعب اللي بيستفتي على الدستور هو ضمنيا في دفعك الى الترشح. ولكن عليك ان تعلم ان اللي هينزل علشان يصوت للدستور هو في دماغه
انه بيديك هذا الترشح، وكمان في نفس الوقت هيديك الضمان انه هيشتغل ويعمل ويبني، مش هيقعد في بيته ويطلب زيادة اجره. صحيح صحيح. فالحقيقة هو علق بقى على ده وقال لا، هي مش مسألة شغل بس، هل الشعب ده هيستحمل ان 50% مش لاقيين ياكلوا؟ هتقسم اللقمة معاه؟ هتقبل ده؟ هتقبل انك لو بتاخد 10 قروش تاخد 5؟ يعني ما معناه، يعني ما معناه انك انت عندك استعداد فعلا انك تبني مصر من جديد بحيث ما يبقاش فيها فقير. بس ده كمان بيعكس وجهة نظره انه في قضية العمل وفي قضية انه لابد من اتخاذ قرارات حاسمة، ودي قرارات قد تكون موجعة. استاذ لميس، احنا عندنا مشاكل في شعبنا، مش هنفضل نقول ده شعب عظيم شعب عظيم شعب عظيم، لابد ان نواجه ان احنا عندنا مشاكل كثيرة اساسها الفرد في الوطن. صح. الوطن اللي فيها حد حرق علمه في مشكلة في الانتماء. احنا محتاجين نربي ناس من اول وجديد، وكلنا مسؤولين عما يحدث. بشكرك استاذ محمد صبحي الفنان الكبير محمد صبحي.